يو السلام عليكم خوتي، كديري مع الصحة؟ اليوم معكم توتو ديس، قصة ديال دالي الساجين. خوتي اليوم معنا حاضر أمين قراب اللي شر كبئتاي. شنو نقول لكم أخوتي، واحد الإنسان اللي هو طيب، واحد الإنسان اللي هو ما قدش نكبر لكم بزاف باش ما ندخلوش في المجاملة. أمين قراب حاضر معنا في قصة ديال دليل الساجين، اللي هو اليوم يعبرنا على المراحل اللي داز منها عبر المؤسسات السجنية بفاس داخل السجن المحلي ببوركايز. أمين ما لقاش واحد الناس اللي أيساندوه، ما لقاش واحد الناس اللي أيوقفوا معاه. كما كنقول لكم ديما، سلك تبع البتاخ احتحن داك داكان. بعد الفاصل سنواصل. ياو السلام عليكم، معكم امين من غراف تي جي في، 24 سنه، ساكن في فاس 45 حي الامل باب السفر بنت باب. تحياتي ليكم كاملين اخوتي. خويا انا يا رابور فهمتي، وعزيز عليا الموسيقى بزاف، وسنحاول ديما نبدع في الموسيقى ديالي. يعني انا يمنيش كل شيء كيدير شي بحال شي، كل شيء كيتشابه كله وكيقلد، بغيت ندير شي حاجه اللي ديفيرون على بنادم فهمتي. يعني انا كنشوف بحال الامريكان عندها ديك شي اوريجينال ديال امريكا، البرازيل عندها ديك شي اوريجينال ديال البرازيليان، تركيا عندها ديك شي اوريجينال ديال تركيا، فرنسا عندها ديك شي فرنسا، اسبانيا الجيتار عندها ديك شي ديال اسبانيا، ما كيقلدوش الدول. انا بغيت ندير شي حاجه اوريجينال موروكو فهمتي، ديك شي المغرب الشعبي، الراب ما احيدوس مع ديك شي الشعبي، مع بنادم يتموسق يقول بلي راه حنايا حنا عطتنا واحد الموسيقى ديالنا حنايا اللي اوريجينال اللي خصنا نعترفوا بها، ما نبقاوش نقلدوا غير مراكنا من فرنسا من كدا من كدا من كدا. بقيت جالس حبس واحد الايامات، بقيت نفكر شنو غادي ندير كدا. كيبان لي واحد الدري اللي هو سبيسيال ديكاس لي احمد بيت، عايش في بلجيكا، سولتي بدع بهاد الانسترياس هادو ديال داكشي المغرب وكدا، اوريجينال ديال المروكو، الراب مروكو فهمتي، احيدوس ديك التواشي ديال اللي اوريجينال مروكو ديال التراث. عجبتني واحد الانستري، قلت له صيفط لي اخويا كدا، قلت له بشحال البري؟ قال لي يا منين ثاني نتعامل معاك غراتويت وكدا. قلت له شكرا اخويا، صيفط الانستري. كنت جالس انا والصديق ديالي اللي هو عثمان، تحيه ليه من هنايا، كتبنا ديك الديسك. مره كنكتب انا شويه، عاوتاني هو تيلوح لي شويه كدا، كنتفقوا شنو غادي نكتبوا كدا، غير مطلعين غير طويبيه وكدا، وهادي حاولنا نعالجوا واحد الموضوع. يا هذيك كنت نسركل في يوتيوب كايها الناس، تطلع لي واحد الدريري اللي هو احمد بيت سبيسيال ديكاس ليه، عنده ديك الشيء زويون ديك الشيء تاحيدوز مع الراب وكذا. عجبتني واحد الانستري، قلت له خويا بغيت شي انستري بحال هكا، يصوب لي شي انستري، صوب لي انستري صيفط لي. قلت له بشحال البري؟ قال لي خويا غراتوي سيسي. قلت له شكرا اخويا، تحيه لك اخويا. يا هذيك جلست انا والصديق ديالي اللي هو عثمان سبيسيال ديكاس ليه، بقينا كنكتبوا داكشي غير عفوي كاي تراكات وكدا، وهاد داكشي اللي كنعيشو تنكتبو. كتبت الباساج ديالي، واحد النهار تلاقيت يوسف فورسي فايف سبيسيال ديكاس لي من هنايا، تلاقيتو قال لي شنو ما نخدموش وكدا وهادي. قلت له نخدمو، راه عندي واحد البروجي ديفيرون كدا، هادي واحد السيل في شكل وكدا وهادي. قال لي غنشوف، سمعتو البلان وكدا وهادي، عجبو البلان. فين عجبو البلان؟ كان معنا بادر سبيسيال ديكاس البادر، يا هذه قبطنا في الفيرا حمراء هي طاكسي، مشينا عند الريكو سيري جناوة، سجلنا الدويسك، طلعنا بحالنا. منين طلعنا بحالنا بقينا كنتموسقو، عجبنا الدويسك، قلنا شنو غادي نديرو؟ هذيك كيتواصل معنا واحد الدريري راه دابا في فرنسا، هذاك اللي ماناد ماجر ماشي ماناجر. قالنا واش تصوروا هذاك الديسك هذا راه عجبني، واش تصوروه في موزال وكدا وهادي. يا هذيك تلاقيت يوسف في الصباح، درنا باش نطلعوا لموزال انا ويوسف واحد الدريري، جاتنا ديك الدريري اللي هو هشام اجاني مع سميتو اللي ساكن في فرنسا،
ساكن في موزار، شاعتنا بواحد لوكازيو كدا وهادي طلعنا لموزار، جاب احيدوس بقينا جالسين كلشي معطلنا حنايا الغدا ديالنا فهمتي، خسرنا من فلوسنا لعيبات ديالنا ديال الكماية جبناهم ديالنا قوي الرويات وكدا وهادي، يعني ما خسرش علينا هو شي حاجة فهمتي، حدو جاب ديك احيدوس ترانسبور ديال لوكازيو وكدا وهادي، مشينا لدايس عوا صورنا الفيديو، من بعد سمون طال الفيديو صيفطنا الفيديو، بقيت كنقول ليوسف اللوحو عندي، قال لي يوسف لا اللوحو عندي انايا، قلت له غير خليني اللوحو عندي، قال لي لا انايا عندي القناة كبيرة ما كبيرة خليني اللوحو عندي انايا، قلت له زعما ما كتحققش الربح، قال لي لا يا عادي كدا هادي التراك الثاني الفيرسيون جوج اللوحو عندك، قلت له صافي برك يا هادي، تلاح الديسك منين تلاح الديسك، نهار الاول عادي ما وقع والو، نهار الثاني ما وقع والو، الثالث الرابع السيمانه كيبان لي الديسك ضارب مليون، كلشي سي هضر، يومين عاوتاني جوج سيمانه ضارب 4 المليون، وبقى غادي ديك الشيء تيكبر، فبالتالي نقول شنو هادشي هذا، كيفاش هاد البلانات هادو. بعد انا منين بقيت كنسركل في السوشيال ميديا تنشوف بعض الباجات يقول لك باللي شي جمعيه ماشي جمعيه ديكلارات بينا باللي حنايا تنحرضوا على القاصرين دون 18 سنه ما هكايا، فهمتي ديك الشيء ديالهم هما، حنا ما كاينش ديك الشيء، كنت انا عادي واقيلا هاد الشيء هذا، نخرج في شي انترفيو نشرح لهم واقيلا راه ما فهموش الميساج ديالنا حنايا في الاغنيه كيفاش دايره، هما راه اولوها في شي جهه، يعني ديك جات عندي واحد الصحيفة تواصلت معاها، خرجت البيان ديالي جريدة إلكترونية ديال الكتابة ماشي ديال الفيديو كدا وهادي، بلا ما نذكر سميتها، جات عندي عاوتاني واحد الصحافة واحدة أخرى، واحد الصحيفة واحدة أخرى، خرجت لهم وضحت لهم بلي داك الميساج انتوما اللي اتهمتوني فيه راه ماشي هكا التأويل ديالو، بلي راه أنايا راني عالج واحد الموضوع ماشي حرضت ولا شي حاجه، هذا ما كان صافي، قلنا الامور راه طفات باش نفكروا نخدموا فيرسيون جوج، تيستق يوسف 45 نعم سيدي، داكشي اللي كنتقاتلوا عليه حنايا وتنمرضوا عليه والابداع والروينه وكذا، مشى فرق السيل على واحد اخرين اللي هما مع الدراري عاد بادين ما عندهم لا راب لا التخربيق ديالهم، كيقول له بحال دابا تغني معايا ونعطيك الفلوس، تيقول له يوسف مرحبا، كيعطي واحد البريكه ماشي تباركه، تيغني مع يوسف فيرسيون جوج وفيرسيون ثلاثة، اللي شاف شي فان ولا شي واحد باغي يغني مع يوسف تيغني مع هاد السيل هذا، ما بالو غير هاد السيل هذا، يا ديك يوسف حرق لنا المراحل، حنا كنا نديرو فيرسيون جوج انا ويوسف، كيصدق يوسف فرق السيل الفكري على واحد اخرين اللي هما عاد بادين على قبل شويه ديال الفلوس ولا فهمتي خويا، كاين بزاف دابا فهمتي اللي نقلوا هاد السيل هذا اللي سهل عليهم، المهم راه كنبقاو حنا الاصل هما التقليد، ودابا انا المشكله اللي فيا ما كنحملش شي واحد يكون كيتشابه معايا، انا ديما كنهرب على شي واحد يتشابه معايا، وما نتشابهش مع شي واحد، وبنادم ضروري خصو يتشابه معاك، هادي هي اللي كنمرض فيها انايا، كتحمق راسك ديما كتبغي تبان ديفيرون كتبغي تبان مختلف على بنادم، وبنادم كيبغي يدير بحالك علاش ما عرفناش السبب علاش، وبنادم كيبغي يدير بحالك علاش ما عرفناش السبب علاش، هادي هي الفكره ديالي انايا، ولكن هاني اللي سهل عليهم خويا، راه باينين فهمتي، راه باين شكون الاول وشكون الثاني وشكون الثالث وشكون الرابع، باش عرفت راسي راني اوشرش اخويا، كيما قلت لك شفت الصحافه تيهضروا بلي راه ديكلاراو بينا شي وحدين من جمعيات من جمعيات، انا قلت ديك الشارع عادي وكدا وادي، وضحت لهم امور ديالي في واحد الانترفيو، يا سامه ما اقتنعوش واقيلا، انا ما عرفتش كيفاش البلان ديالو، من بعد انا جالس في الدار ما بيا ما عليا، تيجي عندي طوطوديس سبيسيال ديديكاس لي من هنايا، هو واحد الدريري قال لي راه البوليس يقلبوا عليك تكلم لهم شي بيرو،
قلت له واعي اخي في التاع واش غتضحك معايا ولا فري هادشي هذا؟ قال لي راه فري اخي اعمل واش انا تنضحك معاه. قلت له اخي في التاع الصراحه انا كنت كدا قول لهم ما يجيو لعندي انايا ما يمكنليش كدا. قال لي اخويا صافي دبر راسك عشان انا وصلت لك الميساج. قلت له صافي اخي في التاع شكرا امشي. بقيت قال شي يومين ولا 3 ايام 4 ايام ما قلتش جو بونس. تلاقيت يوسف مشينا صورنا واحد الفيديو ماشي فيديو صورنا واحد الدويس سجلنا واحد الدويس كان جيكا برو تحية الجيكا يا هذيك. بقينا جالسين شنو نديرو في الفيرسيون الثانية يا هذيك. انا مشيت بحالي نعس حتى لا غدت لي كنتفاجئ باللي البوليس جاو عندي للدار. انا ما كنتش في الدار لقاو غير الوالدة سولو عليا قالوا لها ضروري خصو يجي عندنا غدا مع 9 ديال الصباح. صونا على الوالد قالوا له واش كلمه هذا الرجال يجي عندنا. قال لهم الوالد ديالي كلمه هذا الرجال غيجي عندكم. هذيك يعني ملي جيت للدار تنتفاجئ بالوالده والوالد قالوا لي شوف صفي عليك تشرب سير صفي عليك هذا الشيء هذا. قلت لها الوالده والوالد هي الاولى كلامكم هو الكبير نمشي عندهم. يا هذيك تنطلاقا النسيب ديالي والاخت ديالي مشينا للولايه دخلنا عطيتهم لاكارت ديالي قال لك سير من هنايا كدا. كندخل لواحد البيرو اللي هو 64 ولا ما عقلش 54 بحال هكا. دخلت السلام عليكم وعليكم السلام عرفوني جلس مرحبا بك. المهم كبروا بيا دوك الناس اللي عمرها سلعه طرا معايا بلطاف بلطافه باحترام قدروني او كيسولوني قالوا لي حنايا نديرو معاك رابور. قلت لهم مرحبا. بقاو كيسولوني اشرح لنا هاد الكلمات هادو من ا تا زي. بقيت تنشرح لهم تنشرح لهم وصلت لعند يوسف فورتيفا اللي كيدخل بخمسة على عين الحصة دقيقة. قلت له راه ماشي انا اللي كاتب هاد الشي هادا راه الصديق ديالي هو اللي كاتبو. قالوا لي صافي. بقاو تيهضرو مع شي واحد المهم ما عقلتش واش واكل الملك ولا كدا هادي امرهم بالاعتقاد ديالي. بقيت جالس. المهم بقاو كيجيو عندي شي حناش ولا شي بوليس سبيسيال ديكاس ليهم تيجيو كيشوفوني كيبقى يسير بخير امور عاليه ان شاء الله ما يكون غير خير. وحنا يا اللي قلتيه لنا غادي نكتبو ما غنزيدو عليك ما غننقصو وحنا راه ما بديناش حنايا راه حنا براسنا داكشي من النيابه العامه هي اللي مامرانا بهذا الشيء هذا فهمتي. اما راه حنا عارفين الراب هكا داير وكدا وهادي. قلت لهم شكرا جزيل الشكر خدمتكم تحترم انتوما راكم يمسيرين يا هذيك. بقيت جالس حتى لي قنط ديما جايين عندي جوج كدا هادي السلام بخير كدا. قلت له خويا وكيل الملك امرك بعثيقة ديالي. قال لي اه. قلت له خويا ديني غير رتاح. قال لي صافي اخويا يا هذيك. هضرت مع الوالد ديالي قلت له كدا كدا راه تم الاعتقال ديالي هبطت الولاية. قلت كأيها الناس ندير هكايا تيبانو لي بونجا زيت بونجا 3 الملايات دخلت حطيت ديك الشي بونجا فرشها فرشت الملاية درت ملاية وستة وملاية تغطيت بها معاك شوية د البرد. بقيت جالس منين جات الوقيتة ديال المغرب جابو لنا نفطرو وديك الفطور ديالهم هو ما زوين واعر بزاف خويا عسان تكيف كدير الوقيتة عاوتاني ديال قرب يودن وكدا وهادي. تنقولو للشاف واش قرب يودن تيقولنا راه قرب يودن تي طرق طرق طرق. المهم تنعسو معاود الله والعاصر حيت ما كاين ما يدار عاوتاني تنبقاو مهرسين حبيس طرق طرق بالهضرة كدا هادي. تلاقيت واحد الدراري ولاد ساريج قناوه صاحب الورد تليفون ديالي صحية اليوم من هنايا. المهم فهمتي زي غني ولاد الدويسك ديالي كدا هادي. هادوك لي شاف تما كاين تعرفوني تاهما وكيتمسقوا ليا كبروا بيا كدا هادي. المهم ما عليناش كتجي عاوتاني القصه ديال المغرب كيعطيونا داك الشيء نفطروا وكدا وهادي سمعي راسو كدا وهادي يا هاديك. جا نهار السبت تنفيقو مع 9 نوض فين المحكمه جوج جوج المينوطات كدا هادي. انا فايق مخربق وكدا وهادي فين غادي ما عرفش راسي فين غادي. تركبوا في الصطافيط تلاقيت عاوتاني ديك الحناشة وما تيعرفوني سبيسيال ديديكاس اليوم من هنايا. قالوا راه ما يكون هي الخير ما تخافش ما كاين والو كدا هادي. داونا للمحكمة بقينا جالسين في واحد البيت
عاوتاني تلاقيت مصيبه ديال لي فان اخويا مالك كدا هادي، قلت لهم راه غير على الديسك كدا، قالوا لي الديسك ما فيه والو ما تخافش. المهم بقاو كيصبروني بساكن كيستدعيوني، سميت غادي مع عمي البوليسي وكدا وهادي في عند الواكي، ما كانش الواكي كانت غير وكيله، دخلت لعندها انا والمحاميه ديالي سبيسيال ديكاس المحاميه ديالي استاذه خديجه، دخلنا لعند الوكيله معانا دايخ وكذا وهادي، بقات تضرب شويه ما كنسمعها شنو كتقول. المهم قلت لها انا راه ما كنحرضش اخيتي، وانا راه غنيتي اغنيه ما عارف كيفاش طرا وكذا وهادي، قالت لي استشاره. من رجعت انا يا كذا قال لي قلت لها شنو سمك، قلت لهم راه قالوا لي استشاره. بقات قالت لي شفت عند المحاميه ديالي، قلت لي راه امرك بالاعتقال، عطاتني واحد المصاريفه يا هذيك قيس جالس تيديونا جوج جوج عاوتاني جوندارم فين البوركايز يا هذيك، دخلنا تنشوف ديك العالم حيت انا عمرني دوزت ديك الشي. قال لك دور اكل شي داير بحال اللي رحنا في العسكر ولا ما نعرف شنو واقع، بقيت داير تنطلع هكا غير بنص عين تلقى اللي عنده شي كاسكات يقطعوه، اللي عنده شي قارة محلول تيهرسوه، اللي عنده شي سلسلة كيحيدوها له كيديوها للكريف. بلي داكشي صاري واحد الدري غير دار هكايا قال له دور ما تشوفش، بقيت انا تندير هكايا عاوتاني كيعيطوا لنا بالسميات. دخلنا دخلت انايا سميسك رقم العساقال اللوحة صورنا التلفازة ديالهم، بقينا جالسين تجمعونا كامل تدز ديك الشي كامل ونتا واقف وكدا وهادي. داونا للحمام، الحمام كيعني واحد البلاصة اللي كانت ديجا حمام ديال الحباسة، ولات دابا كيديرو فيها دوك البواج دا كيما كيتسماو باش يجمعوهم باش يعرفو فين يديروه، مجموعين بين شي 60 د الخالق ولا شي 50 واقيلا. دخلت لقيت كلشي كاين 10 ديال 10 واقيلا ولا 8 ديال البلايص، تباقي ما كاين والو في 60 د البشر. يا ديك دخلت اخويا دمنا الحمام، ديك الحمام تيتسمى كان حمام ديجا للسجناء، ودابا ولا تيديروا فيه البواج ديك الناس ديال الضيافه اللي عاد جايين باش يمشيو يدخلوا البيوت ديالهم فين يديروا شي 60 بينا واقيلا ولا 50. كاين 8 ديال البلايص في السالة، واحد الحي سميتو السالة، 8 ديال البلايص تما معمره، كاين اللي مجاري مجاري هي ناعسين جوج بلاصه وحده. تباقي كلشي فرشو في الارض ديك الملايات موسخين وديك العالم. المهم البيت عمر كاين بيت واحد اخر صغير في الدخله حدا طارد الزبل، والزبل تما كاين واخا هكاك فرشوا الدراري تما حيت ما كاينش بدل فين ينعس، وبقوت اللي ما كاينش بدل فين ينعس بدل الناس واقف ناس تما. السبت والحد كانوا كيجيبوا لنا واحد الشباكيه مع كان رمضان ضرب بيها بنادم تهرس له راسو ما عليناش. نهار اثنين المحكمه بعدا قالوا لنا سيرو كل واحد تيكتبوا له، قبل ما يكتبوا له كيقول لك خصك تقرع فهمتي، اللي عندك شي شعار ولا كدا هادي كيديوك البيت كتقرع. واحد بنادم تا هو ساجين كيعرف غير قز كيما كان بنادم نوعه، قرعونا. المهم قرعولي تندير فراسي في المرايا ها تنشوف والو واش هذا هو امين لا ماشي امين هذا. المهم هانيه، المهم واحد بنادم تيفيكسي بلا ما نذكرو سميتو، تحيه ليه من هنايا مالك الروالة تحية لك عشيري. موهي كتبوا لي بلي طروازيام السلام بيت عقوبة 18. كنسول الدراري اللي معايا اللي ضاربين وكدا و تيقول لي اخويا ديك الطروازيام صعيبة، نقول لهم كيفاش صعيبة؟ يقول لي اخويا راه ما فيهاش الماء والحرارة وكدا. كنقول لهم هانية تنساو ماش من حرارة واش من ما عارفش انايا ما عارفه ضاربين فيها. موي دخلت بدي السير كنسول من فين هو السلام فين هو
هاد الكارطي هذا ما عارف سالعبه، بقاو كيقيدوني سير من هنا سير من هنا سير من هنايا. كندخل للبيس العقوبه، دخلت السلام عليكم بواحد الملاياس عطاوهم لي فيهم القمار والغبراء، هذوك الناس اللي في 18 اللي هي عقوبه، كاينين غير الناس كيما كيقولوا غير الناس المدبره، الناس اللي خانزه العاقه ونقيين بزاف. قالوا لي اخويا هذا الروالي هذا غير خرجهم علينا من هنايا عشيري، وحنا نفرشوك كذا وهذا ونعناو بك عشيري. قلت لهم يا خوسي ماشي مشكل، يا هذاك الحد داك الشيء دام واحد البلانطو ما عارفين دام رجعيهم لهم. دخلت بقيت ندير هكايا فين راني انايا، كان قلبي فيه 18 البشر شي ما كان عارف شي، تا واحد ما كان عارف تا واحد تماكين ما كادر تسول بنادم، وانا راك عارفوني قومي ما كان عارفش بنادم، ما كان سوش على بنادم، ما كان هضرش مع بنادم. دخلت بقيت جالس، جلست في واحد البلايص، قال لي واحد الدريري تحيه ليه من هنايا السي محمد ولد الليدو، تحيه ليك اخويا اللي طلق سريحك عشيري. قال لي يا اخويا جلس هنايا وكذا وهذا. بقيت جالس الساعه، قلت له اخويا عرفت شاتي بغيت نصوت وكذا وهذا، يا ديك صوتيت حيت قال لك منين تغمس تشوفها وصلت لك للعظم اكا الله والباقي الله اخويا فهمتي. توديت صليت ديك الركيعات وكذا، بقيت جالس. قال لي هذيك الدري تدخل دوش وكذا وهادي، مع كان دابا رمضان كلشي ناعس وكذا، ما كيستعملوش الماء حيت السفلي ده تلقوا الماء ما غيوصلناش حنا الماء، كلشي ناعس وكذا وهادي مع رمضان ماشي الجوج. دخلت لقيت شويه ديال الماء، بقيت كندوش كتا هادي فين راني، عطاوني واحد الصويك مع فيه شامبان وسينيالو وكيس وصابونه ديال الحبس وكذا وهادي، بقيت كندوش. يا هذيك لبس حويجات كذا خرج، بقيت جالس. وصلت المغاربة تيحيدو الشراجم ديال الهودش، الهودش هو واحد الشراجم، ديك الشراجم اللي تيكونو ديال الشراجم اللي كيطلعو على الكور، حيدوهم القراعي ديال الماء كيستفو بكية القرعة هنايا وبكية القرعة هنايا وكيحطو فيها الشرجم، عاوتاني بكية القرعة هنايا وبكية القرعة هنايا وكيحطو عليها الشرجم، كيقبطو كلينيكسات وكدا وهادي، كلينيكس ديال دالع ديال الطوموبيلات ماشي ديال طومبو، كلينيكس واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة فهمتي، باش يحط بدل الخبيات يحط كدا هادي، حد ديك الشراجم تيكونو موسخين بالغبرة والقمار وديك الشي. بقيت جالس وكدا وهادي، قبل تنشوف بنادم كيطحن العصير، نقول وايلي واش هذاك يتصاوب العصير بنت طريقة غريبة، كي كيدي كيقبض التفاح، تيقبض تشوبينا في تشوبينا وتيبقى تيحكها مع هذيك التشوبينا مع حرشة شي شوية، طراق 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 طراق، حتى كيولي ديك الشي بحال اللي مسخسخ شي شوية، كيولي عاوتاني يقبض ديك الشي كيديرو في القرعة، وكيولي يكب عليه الحليب وكيبقى يمخض، البان عاوتاني كيدهسو غير بالكاروال كاروال كاس، يبقى يدهسو تيكبو عاوتاني مخاض 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 شي ساعة هو غير كيمخاض تيولي عاصي. يا ديك جات المغاربة حطو نسامو الخير، ديك الشي كنقول لك ديك الشي مزيان وكدا وهادي، ديك الشي طبيعي. بقيت جالس مع ديك السيمو فطرت كدا هادي، ديك الفطور مزيان كدا هادي، شعلت واحد الكهرباء بقيت كنتكيف، تنسول ديك الدري السيمو عشير، بقيت تنسولو شكون هذاك شكون فلان شكون كدا شكون كدا، عطاني لي ديتاي ديال البيس كامل. كنتفاجئ بلي معايا رأي الجماعة، كنتفاجئ بلي معايا بنادم مالك الحريق في الناظور، كنتفاجئ بسياسيين، كنتفاجئ بقضية فيها 32 واحد، فيها قايد، فيها مقدم، فيها عدول، فيها رئيس، فيها بوليس، 32 واحد. المهم بقيت جالس تنسكيف ديك الكار وكنسول كدا هادي، عرفت هادي طايق البيس كامل. ما عليناش تفضوا عاشي جوايه ثلاثة ديال الليل، وخا تفضوا المهم فرشوا الدراري الطوطافي، بقاو كيفرشوا كدا وهادي. الناس الثانية في لاكار، لاكار هو الأرض حدا الطواليط، تنتفاجئ باللي ناعسين خمسة في لاكار وأربعة الفوقة، واحد العشاور ناس حداه
في البلاصه ديالي واحد الحجيره، لغت ليه لابيل مع التساود، تحسب انت كدا كدا كدا، دخول عاوتاني عاوتاني غير الناس، عاوتاني الكور، خرج شويه طوف، كنشوف ديك الشي غريب باين ليا، كنت فين راني؟ راه هكاك نفس الرسم نفس الرسم خويا. في الصباح في الصباح فهمتي، بعد دابا حنايا 18 بلان طواس وكدا وهادي، عندنا هيبة حنايا في ديك البيت كما كنقولو، غير الناس المدبرة فهمتي، حنا الولا تنفطرو فهمتي، بحال بحنا كنصيفطو البيض ديالنا خاص بينا، ماشي كيبقى الاخر يدور بكريريسا وكدا وهادي، اللي باغي يصيفط الفطور ولا حنا كلشي عندنا بلانطو خاص، تيهزلنا لعيبات ديال البيس. شنو هو هاد اللعيبات؟ بحال هكا تشوب بينا اللي هي زلافة، كدير فيها جوج بيضات ولا ثلاثة ولا حساب العشرة ديالكم نتوما، و الكار هو كاس كديرو فيه شوية ديال الأتاي، كتعطيه البلانطوات وكدا وهاديك، كيمشيو كيدخلو الكوزينة، تيقبطو هما ديك الشي، كيفقاو ديك البيضة في واحد الريشة ولا معرف سمي يسمو، كيصوبو ديك البيضة كيقلبوها كتولي طايبة، المهم بحال أومليطة، هما تما كيسميوها طورطة، ما عليناش. عاوتاني اتاي تيقبطو هما ديك شوية اتاي اللي درتي لهم نتايا في الكاس، شوية ديالي وشوية ديال الآخر، شوية ديال الآخر، شوية ديال الآخر، كل واحد كيعمرو غلاي كبير، كيبقاو يسقيو شر شر شر، كيعمرو لك ديك الكاس، تيكبو لك نتايا شوية، حيت نتا داير شوية ديال اتاي، تيكبو لك شر، تيعمرو داكشي بزبلو، مازال ما مشحر ما والو، كاين شي بعد بلان طوات، هادي غير كوميكية فهمتي، تيجي عندك تيقول لك اخويا هاد البيض هذا راه خاسر، هو ما خاسر ما والو فهمتي، غير باش نتايا تزيدو البيضات واحد اخرين وكدا، وهاد انا عايقين بيهم مع الناس ولاد الخير وكدا، تيقول له خاسر انا قلبوا ديك البيض، مع ما كاين ما يدير تيبقى يبرد ما يدير، المهم تشوف بينه ديالك ديال الميكا، وكيبقى يديروا فيها الماء، وكيشوفوا البيضه اللي طلعت هي كده فهمتي، اللي خاسره من اللي ما خاسراش، كنديوش عليهم يا هذيك كيطيبوا ديك الشي، حنا اللي ولا كنفطروا. المهم في رمضان مع الربعه د العشيه كيفرقوا الصوبه الحريره والتميرات وديك التواشي ديالهم هما وكدا، وهادي عاوتاني في السحور تيجيبوا لك عاوتاني شي شويشيات وكذا وهادي باش تفطر بيه باش تسحر بيه. مشى رمضان جا العيد الصغير، كتبوا في واحد الاعلان باللي غادي تدخل كميه معقوله ديال اللحم والدجاج وكميه معقوله ديال الحلوى، المهم ما عليناش، تي صيفطوا لي مولاي الدار تشبينا فيها اللحم وتشبينا فيها الدجاج، كيعطيو فيها غريبه والفقاس، حتى كنتفاجئ انا بلي توصلت غير غير بالفقاس، ما كاينش غريبه فهمتي، قال لك منعوها اسا غريبه ما تدخلش وكذا وهاد. المهم هاللي كل هاو جاو له مالين الدار ديالو، المهم لبس عمر فهمتي، تشوبي ناس والحومة الخير بالله وكذا وهادي، انا راني شويه راني واكل اللحم واكل الدجاج، وطلع لنا ديك الشيء في راسنا، يلاه يلاه طري يلاه جديد، رانا الناس اللي محكومه بخمس شهور ست شهور مازال ما تحكمات ولا كذا، عمرو داق ديك الشيء حتى العيد فهمتي، تدخل ديك الشيء ستفو ديك الشيء، رانا ديك الشيء اللي هنا واش نشاركوا العاوله، قلنا لهم شاركوا العاوله كامله، صافي وليت سربيت معاهم، مع تعاشرت مع واحد الناس وكذا وهادي. ارى ناو ثاني جات الوقيته ديال الغداء، نفس القاعده عاوزان الزياره خويا، كانت عندي نهار الثلاث حيت حنا كنا في السلام، والزياره فيها 15 دقيقه، واخا ما كيقولوا 15 دقيقه هي ما كايناش 15 دقيقه، كاينه وقيلا 5 دقائق، ويا كنا كنزورو بينا تقريبا شي 70 واحد، ها اللي كيهضر من هنا اللي كيهضر من هنا، انا بعد هذيك الزياره خويا كانت كتجيب لي غير القطعه وكتدخل عليا غير الحبس فهمتي، انا ما كرهتش وكون ما زرتش فهمتي، تنشوف امي كتبكي ولا تنشوف
اختي كتبقى فيها ولا كنشوف فهمتي كنتاثر كنكون بحال في حبس وكذا وهادي ناسي ديك الشيء هذاك ولا كذا هادي كنشوف ديك الشيء سنه مرض سن مجروح ومداوي شايف امي فرحان باللي راه باقا صحيحه ولا شايف اختي ولا شايف خويا مازال بخير وكذا وهادي ولا نسيبي ولا الناس تعزاز فهمتي بناس اختي ولا فهمتي مجروح ومداوي كندخل مجروح ومداوي كنقول علاش زرت وكرهي خصني نزور المهم انايا قبل ما نتحكم نهار الاثنين اللي هو قبل ما نتفيكسا دز بوحدي حيت كان يوسف 45 مازال ما جاش ما عليناش دخلت للي مداولة مدة سيمانة تأجل بقيت مدوز حبسين المهم هكايات من هنا لهنايا كنعرف السريع بس كدا هادي شنو هادي كتسمى شنو هادي كدار كدا هادي المهم كنحفظ هاي جالس وصنحفظ حتى كنتفاجأ بيوسف 45 حتى هو جابوه قالوا لي المهم مصطفى راه صاحبك جبناه كدا هادي فين كدا كنخرج للكور كنطلع عليه من الهودج من الشرجم فين اخي يوسف بخير كدا هادي كنتواصلو كدا هادي المرة الثانية تنمشيو للمحكمة أنا وياه دخلت لعند الرئيس السلام عليكم كدا هادي سميتك فين هو يوسف هو معايا مداولة 15 يوم بقينا كنتواصلو أنا ويوسف من الهودج كنهبط للكل ولا هو كيعيط ليا المهم طوبية وكنت نهضر في التليفون دابا حنا في ديك 18 خوتي اللي هو بس عقوبة فهمتي ما عرفش انا علاش دايرين هاد السربيسات كنهضروا 5 دقائق في 5 دقائق 5 دقائق المهم 3 ايام في السيمان وموظف حاضك ما عرفش انا ديك السربيس كيفاش داير بالحبس كامل فيه 6 ديال 18 كاين 18 في 3 في الامال و3 في السلام وفهمتي فين يخرجوا ديك كيخرجوا جروب بجروب باش يهضروا بحال بلا هضرنا هاد النهار حنايا كيكونوا بين 19 ولا كدا هادي كل واحد يهضر 15 دقيقه ولا 5 دقائق المهم هما في التالي ردوا على 5 دقائق المهم انا عاقل على 5 دقائق كنهضروا فهمتي السلام كي دايره بخير تاتا صافي اخويا سالي راه الناس تابعينك من الله خصهم يهضروا صافي تنقطع سي هضره واحد اخر صافي داك التليفون تا هو كيدخل عليك الحبس ملي كدير هكا بحال بانفاس ديال واحد كنكون جالس تنسكيف ولا كنت كنشوف بنادم سي يهضر في التليفون عادي وانا ما داير والو والناس مجرمين ودايرين المصايب الكحله كيهضروا في التليفون عادي وكيضحكوا وينشطوا بحال اللي ما وقع والو وانت محرم من التليفون هذه اللي بقات فيا انا كما اخويا تلاقيت جا وعدتنا قال لك المحكمه ماشي 6 الصباح 7 قبل لابيل هما جاو عندنا بالليل علمونا بلي راه اللي عنده المحكمه راه خصو يخرج حنا كنا عارفين بلي غدا عندنا المحكمه كي جاو تاني عندك تيقول لك مع 6 الصباح ولا 7 راه عندك المحكمه كتوجد راسك على ما كتكيف كتلبس حويجاتك كدا هادي كتصلي لك وانت كتصلي تلاقيت يوسف مشينا لواحد البيت اللي هو التلفازه كانوا داروها في كورونا وبقاس وخا كورونا مشات المهم باش طلعنا قال لك تأجيل الجلسة لمدة سيمانة يا دي دازت ديك السيمانة عاوتاني جاو علمونا بالليل لغت لي طلعنا انا ويوسف مشينا محكمة حضورية دخلت انا ويوسف عند الرئيس كيسولنا نتوما متهمين تحريض القصيرين دون 18 سنة على الدعارة وتحريض الأشخاص على ارتكاب جنح وجنايات بواسطة مواقع إلكترونية علن درت مع الرئيس هنايا مع ضايق وكدا وهادي عمرني تحطيت في ديك الموقف قلت له سعادة الرئيس أنا ما حرضتش حنا درنا هادشي من أجل التوعية فقط هو بقى كيضغط عليا بالأسئلة مع ضغط هنايا ما فهمتش والو ولا سول يوسف تا هو ضايق ما فاهم والو قلنا مداود آخر الجلسة مسموح كاملة مع ملتمس الصراحة يا ديك هضرت المحامية المهم قبل هضرت المحامية مشينا حان بقينا جالسين
كيفاش نتحكموا، شنو الدراري شنو تيقولوا، شنو داروا معاك، مازال كنت هادي. لا قلت لي انا صنفيق ما بغيتش نصوني في التليفون على مولاي الدار، حيت مولاي الدار يكونوا عارفين ولا كذا، ما بغيتش. تجي عندي البصه قال لي السلام عليكم امين محبوبي، قلت له نعم. قال لي محكمه كتحكم عليك بعامين ديال الحبس وخمسة المليون غرامه. قلت له اه. قال لي نشوف. مشى بقيت مصدوم. الماء وقف لي في الركابه، اقسم بالله. حس عماين ما داير والو، كتشوف راسك صاحبي راه مشكله صعب. جاتني غريبه فهمتي صافي. بقيت جالس، جا عندي واحد الدري قال لي ياك تكيف. ديك الاحساس ما نتمناش لاي واحد فهمتي، سيغتو الا كان مظلوم. ملي كان داير راه يجي عادي، الاحساس اللي حسيت بيه انا راه يكون حاسين بيه الناس اللي مظلومين. ما عليناش، تنشوف راسي انا يا ديك عامين ديال الحبس وخمسة المليون غرامة، وانت ما مستافدش من الديسك حتى 500 درهم، وعندك 14 الكا واقيلا في يوسيب ولا 10 الاف ولا مبقيتش عاقل، شحال عندك ما مستافد والو، وخمسة المليون غرامة منين نجيب انا كوكاس عندي 5 المليون هنايا كوكا راه العفو ولا، وعامين ديال الحبس ما داير فيها والو. صافي بحال لي فهمتي، بقيت كنفكر ومقوت لي صافي برونتيس. والدري قال لي ياك تشعل كارو، قلت له بلاش ما بغيتش نكمل صافي خليني غير نستوعب. كنت جالس الساعه الاولى الساعه الثانيه الثالثه، قلت خليها على ربي خليها على الله كيما جات تجي. شعلت كوارو ديالي بقيت نسكيف قلت عادي. تنشوف الدري محكوم ب6 سنين، تنهرس حبسي بحبس واحد اخر فهمتي، قال اخر عنده 10، قال اخر 10 شهور ولا عام يد البحث. كيقول لي اخويا دابا ينقصوا ولك اللي كيصبرني من هنايا، اللي كيصبرني من هنايا صافي اتاقلمت. جلس عندي عادي عامين فهمتي، بالسيف عليا حيت البكا مورا الميت خساره ما عليناش. لا قلت ليه عاوتاني، تيعيط لي يوسف امين امين، كنطلع عليه كيقول لي شنو داروا معاك، قلت له عامين. قلت له انت؟ قال لي ثاني عامين. قال لي 5 المليون، قلت له اه. قال لي 5 المليون، قال لي اه. المهم بقينا جالسين انا وياه تنهضروا شنو نديرو شنو يديرو معانا، المهم راك عارف ديك هضره الحباسه دابا يحيدو لكم دابا كدا ما تخافوش كدا هادي فهمتي. المهم بقينا مهرسين الحبس ديالنا، حتى كنتفاجئ بخويا اللي هو حماد اللافا اللي قبطو على الديسك ديال شرك بي هاواي، اللي يطلق سلاحه واللي يفاجئ على اي مسجون الحبس راه ما تبغيش العدوك. المهم دخل عندي كان مقريفي هو فهمتي، مقريفي ما باغي لي ياكل ولا يشرب. دخل عندي واحد الدري قال له اخوك جابو راه مقريفي عطيه شي لعيبات وكذا وهادي. المهم ديك التواشي ديال فوطا لعيبات، المهم بلا ما راكم عارفين، حيت بدا مداخل جديد ما عارف والو كدا هادي في الحبس اللي ولا جديد. المهم عطيتو ديك اللعيبات وكدا وهادي، مايونيز كدا هادي تواشي ماكله كدا. قلت له غير افتح ديك الكريف، قول له يفتح ديك الكريف راه ما عند بنادم ما يدي صافي، راه تحطيت في امر الواقع يا هاديك. هبطت له ديك الشيء، بقيت جالس انايا تنقول واو جوج الخوت في الحبس وعلى والو، انا ما مستفدت حتى شي لعبه ما تيسك وما قايل والو ما فهمتي، ما عنديش ديك النوايا اللي نواواه هما. الوالدين معذبين والوالده قربت اصابي تموت بالفقصة وقربت تموت بالتفكير وكذا، والضغوطات البشر كل شيء كيهضر واللي كيشرق اللي كيغرب اللي باغي لك الحبس اللي ما باغي لكش كذا، والضغط تي ولد الكومبريس يا راه ملي خرجنا بعقلنا سالمين راه الحمد لله صعب. سقا جالس تفكر في الوالده ديالك وفي باك وفي عائلتك وكذا، وتزاد عليك كما قال له ما قدو فيه زادو فيه لاخوك واحد اخر حتى هو خوت خوك خويا حسام سبيسيال ديكاست لي في امريكا ما لقي لي جهد. المهم دعمني ماديا فهمتي، حيت راك عارف الوالدين على قد الحال باش يديروا محامي. تا هو صيفط واحد البركه باش درنا محامي وكذا وهادي،
سبيسيال ديديكاس لخويا امين اللي هو نسي بي، وكنقول له خويا واختي فهمتي هما اللي وقفوا معايا، ومي وبا فهمتي هادشي اللي كنعرف انا اللي وقفوا معايا ماديا ومعنويا. هذا ما كان كنكون جالس يقولوا لي الدراري الحباسه باللي راك نسايا ما تبقالكش هاد العامين هادي، والله ما تبقى شي حباسه سيحلفوا بالله سيكونوا قاري القانون ولا ما نعرف، تيقول لك والله هاد العامين ما تبقى ما لقات البطانه نسايا، عاطينك عامين على اغنيه ما بقيت مصبر راسي. تنقول ليوسف نطلع عليه تنقول له دابا شحال غيحيدوني، تيقول لي هو يحيدونا عام ونص اخي امين. تنقول له اخي يوسف يحيدونا غير عام، عام البرك على امو هانيه ماشي مشكل، حيث هانيه جلدنا مالح هانيه ماشي مشكل، عام البرك عليه، حيث انا اصلا كنت داير في بالي عامين د الحبس، هذا راه الصراحه كنت داير في بالي عامين د الحبس، حيت لقيتك كتقول يحيدوا لي عام وثمان شهور ولا عام يخليوا لي 4 شهور ولا 3 شهور ولا كدا، ملي غيحيدوا لك عام غيجيك ديك العام قاصح، ماشي غدير في بالك عامين، ملي غيحيدوا لك عام ولا يحيدوا لك عام ونص غتجيك فرحه قداش فهمتي، هذا هو السربيس. بقى جالس يقولوا الدراري ها هما اللي كيهضروا في التليفونات، حيت حنايا ممنوعين من التليفون فهمتي، عقوبه 18 كيضرب في التليفون تيقول راه الناس راه مرونين عليكم في فيسبوك في انستغرام في تيك توك كلشي تيهضر عليكم، مصطفى الخصم مسلم طوطو حليوه رواب كدا، هادي القيامه نايضه برا وانا ما عارف شنو واقع في كدا، حيت ما كنهضرش في التليفون ما عليناش، كنهضر 3 ايام في السيمانه 5 دقائق كما قلت لكم وانت في حاضرك ما كاين والو ما عليناش. كان جي الزيارة درنا واحد المحامي اللي هو تبارك الله عليه الأستاذ عمر حلوي لي سبيسيال ديديكاس لي من هنايا حقوقي وتيعرف القانون وكذا. المهم بقيت جالس واحد النهار جا زارنا أنا ويوسف فورتيفاي، مشينا عندو دخلنا لواحد البيت ديال فين كيجيو المحاميين. السلام عليكم أهلا بالفنانة ديالنا كيف قيسو؟ بخير بخير الحمد لله لاباس، ميساك سميساك كدا هادي. حكينا له الراب شنو كيعني ار ابي، القواعد ديال الراب شنو هو الراب بصفة عامة منين جا من كدا، ويعطينا فكرة على الراب فهمتي. بقى كيكتب ديك الشي انا شرحت له قال لي راني عارفك انا يا بلي نسارك ما قلتي ديك الشي ما هما اللي نواوها هكايا، كما نسارك ما نويتيش انت تقول لهم ديك الشيء اللي نواوه هما، هو فهمني صافي ما عليناش. المهم كتب الاقوال ديالي شنو غادي نقول شنو غايقول هو شنو غايقول يوسف سيمشي. بقينا جالسين انا ويوسف فرحانين كده هادي، عطنا امل في الله وفي ديك المحامي وفي الناس اللي وقفوا معانا ما عليناش. جالسين حيت حنا عطنا محكمه ديال الاستئناف قالها 15 اليوم، هي كتجي عندنا جمعية حقوق الإنسان بجهات فاس مكناس، تكلم فينا نتكلم تكلم ما عرفناش شكون اللي جا. كيجي معايا السي أحمد اللي هو رئيس معقل ديال السجن بوركايز، تحية ليه من هنايا. بقينا يبقى غادي معايا، دخلت تنشوفهم جالسي، قالوا ليوسف دخل بوحدو، دخل يوسف سدو الباب بقيت انا واقف، داروا لي موظف حاضيني انايا، علاش حاضيني ما عرفتش السبب علاش حاضيني. انا بقيت جالس ضايع حتى نشوف شنو هنقول شكون هادو شكون كنت نقول له شكون هادو اللي جاو، تيقول لي هذا ما عرفتهمش، المهم انت تدخلوا تعرفهم، المهم حاول تهضر انت مزيان. بعد الساعه قال لي انا يا جاي ما تمشي لتا شي بلاصه، انا بقيت كندير هكايا كنلقى مدير السجن ثم الحكم علي بفلان فلاني، هذوك المديرين اللي داروا اغلاط في السجون حاكمين ساهوما بعقوبات. قال لي لا ما تقراش ديك الشيء، انا قلت لك وقف هنايا وانت غادي البلاصه الفلان الفلاني، فين غادي فين مشيتي؟ قلت انا راه هنايا راه قنا تنبقى واقف وكذا وهذا. قال لي صافي ما عليناش. خرج يوسف دخلت انايا، دخلت كنلقى واحد السيده واحد السيد، السلام عليكم. وعليكم السلام. قالوا لي معك جمعية حقوق الإنسان بجهة فاس مكناس، قلت لهم متشرفين.
قولوا احنا جينا عندك باش نقول تقولنا الاقوال ديالك كيفاش المعاناه ديالك هنايا في السجن حتى نحكي لهم. قولوا لي كيفاش كتنعس وفين كتنعس وكيفاش اعتقلتي وكيفاش كدا. المهم حكيت لهم كيفاش اعتقلت. قالوا واش كتعاني من شي حاجه؟ قلت لهم اه كنعاني من بزاف د الحوايج. بحالاش؟ قلت لهم البيت بيت صغير وفيه 19 ديال الناس ورا داخل الصيف والماء ما كاينش اللي هي الناس اللي ضاربه دابا بوركايز الماء ما كيطلعش لديك التروازيان يعني. وسيغتو البلاصه اللي فيها انا 18 حيت التيو كيدور الواحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة حتى 18 حنا المناشف كيجي لما 12 اللي قلت له جمعية حق الإنسان. قالوا لي شحال كتنعسوا بيكم؟ قلت له كاينين 8 ديال الحجرات 8 ديال البلايص واللي كيبقى كينعس في الأرض في لاكار. ويلي مشات الحبس هز هادشي كامل. قلت له هادشي اللي عطى الله. مهم بقاو كيسولوني عاوتاني قالوا لي يا هذيك قاصره ارملور خاص غيكون الموتور واش شنو نويس بيها؟ قلت لهم انا هي قاصره ارملور خاص غيكون الموتور انا نويس بيها باللي القاصره تركبوا من اللور الموتور وعزز عليهم الموتور. قالوا لي لا حنايا راه جمع حقوقيين ومحاميين جلسنا واتفقنا باللي نتايا باللي كتقول قاصره من الدبور. قلت لا لا خيتي ماشي هكا كنوي انايا. قلت لي المهم هاد العامين هاد اللي عطاوك راه يقرصنا لك بها ودنيك. قلت واو كيفاش هاد اللعبه ديال قرصنا لك بها ودنيك؟ يعني كاينه شي حاجه ما عليناش ولاو. قالوا لي قلت لهم انا راني غير مظلوم وراه ما نويتش انا هاد الشيء هذا وما استفدت حتى شي حاجه من هاد الديسك هذا وفهمتي. قالوا لي شوف حنا نوقفوا معاك في السيناف ما يكون غير خير ان شاء الله راه مكتب الله تيتصرف. المهم كتبت لهم ديك الرابور ديالي انايا تيخرجوا الموظفه ولاو تيتعاملوا معايا احسن معامله مابقاتش ديك المعامله اللي كانت. لو كيتعاملوا معايا مزيان بحال بالحانوت كنمشي ليه بوحدي كنلقى ام الناس جالسه كتسنى شي 80 واحد كيتسناو الحانوت والشمس والحراره وكنجي انا الاول كي تاني السيم ونعيم صحية اللي من هنايا. داك الشيء من تعليمات من رئيس المعقل والمدير حيت انا ما خصنيش نتخالط مع عباد الله فهمتي. هكا نواوا هما كنمشي انايا كنتقدا السلعه ديالي كنجي للبيت. واحد الايام عاوتاني كنبغي نهبط للكور كيهبط معايا موظف حتى للكور. قلنا شنو داير انايا؟ قول راه تعليمات اخويا. عاوتاني كنبغي نمشي للزياره كيمشي معايا موظف حتى الزياره. قلنا شنو داير انا؟ كيقول لي اخويا راه انت يا راه تعليمات من عند المدير انت راه بحال الامني راه كان شي واحد اخر راه نديوه بالسناسل وكداو هادي. قال له غيمو عليه واش انا قاتلك كاين هادي. راني عارف هاد الشيء اخويا امين ولكن راه تعليمات ما عندنا ما ندير. السلام عليكم خوتي كي داير مع الصحة لاباس عليكم؟ السلام عليكم خويا امين. السلام خويا كبر بيك تحية لك خويا عليك كبر بيك شكرا على الاستضافة ديالك وليك بربيك وليك من عليك بكل خير وديروا سبسكرايب ديكشي كامل. هذا الراجل يستاهل ولد الشعب وتيبقى ولد الشعب وحنايا كامل ولد الشعب وتنموت مع ولد الشعب. شكرا خويا امين. ويا امين بالنسبه وقفناها في واحد القضيه بالعدد تاع الاستئناف كما كنشوفوا امين راه صرح لنا بكل المعطيات وبكل القضايا وبكل المعاناة اللي دوزها داخل المؤسسة السجنية بفاس بالسجن المحلي بوركايز. خويا أمين بالنسبة من طلعتي للاستئناف ما كملتيناش شنو داروا معك خويا أمين في الاستئناف؟ خويا طاطو ديس من طلعت للاستئناف طلعنا حيت بانا بلي راه ربي غادي يفاجئ. دخلنا انا ويوسف 45 لعند الرئيس. السلام عليكم. عليكم السلام. شرحت للرئيس اللي فهمنا وقدرنا وعرف باللي حنايا راه حنا مظلومين يعني ما حنا ما حرضناش ولا قلنا ديك المنتف اللي دايرين هما غلطوا فيه ولا ما عرفتش. فهمنا وشرحنا له هو
فهم الشرح ديالنا باللي حنا ما حرضنا ما والو، حيت انا هضرت معاه قلت له سعادة الرئيس حنا راه ما حرضناش، راه غير الناس فهموا الاغنيه بالغلط، تفهموا الكلمات بالغلط، احنا شنو كنقولوا شنو كنقولوا. ترافعوا المحاميين، قال له المحامي اللي هو الاستاذ عمر الحلوي تحيه ليه من هنايا، راه هو اللي كاتب هاد الشيء هذا، راه هو اللي خصو يشرح لنا هاد الشيء هذا، راه ما يمكنش نتوما اللي تشرحوا هاد الشيء هذا، راه ما يمكنش انت كاتب واحد الحاجه وغيجي يشرحها لك واحد اخر، راه اللي كاتبها هو اللي خصو يشرحها. كما كنقولوا اخويا امين قطعك هنايا، حنا بالنسبه امين كيوضح لنا هنايا بان ما يبقاش بنادم يصرفها كيبغى هو. مثلا انا كاتب واحد التراك بالعقليه ديالي، مثلا انا كاتبها بواحد المعنى وبنادم يصرفها بمعنى، راه ما كاينش هذا الشيء هذا، حيت ديما خصنا نسمعوا من واحد كما كنقولوا راه رجع نازل عندنا سي امين، خصنا نسمعوا هو اللي يوضح لنا داك الكلمات، راه كاين قانون. حنا نقولوا الله يكمل البقيه نقيه، وديما كنقول لكم سلك تبع البتاخ. خويا امين بغيك تكملنا على حساب الاحكام اللي سمعتي في السيناف وشنو وقع لك، وكنحيي الرئيس ديالنا هذه الغرفه من السيناف. شكرا. هذيك اخويا منين ترافعوا المحاميين ديالنا اللي هما الوزاني عمر الحلوي الشخام واحد الراجل نسيت سميتو، المهم مازال شاب اللي عمرها 3 ترافع مزيان، فهمتي حنا حسينا بواحد الامال، حيت منين الاستاذ الزين اللي هو القاضي اللي حكم علينا في السيناب، راه كاين بزاف ديال الروابط، حنا بغينا التحقيق في هذا الملف ديال اما على كل شيء ماشي على واحد، واما نحبسوا هذا الشيء. الناس كطيحوا الهضره، راه مني وجبت كرابور تينا راه هضرت على حقي، انا هضرت بواحد الحاجه اللي وقعت لي حقيقيه، اللي راه بزاف الناس كيعانيو داخل المؤسسه السجنيه بفاس. حنا راه كنوضحوا هذا الشيء، حنا راه بزاف الناس اللي خصهم هما يلتحق بهم جمعيات كهاد الجمعيه ديال حقوق الانسان اللي هي تبعات هاد الناس، خصنا حتى هي تقلب في المؤسسه، راه كاينين واحد الناس اللي هما محتاجين ليها، اللي هما خصهم حتى هما يوقفوا معاهم هاد الناس. هذا راه الله حرم الظلم على نفسه. الحكم ديالك السيناف باش حسيتي ملتق من جا عندك كما كنقولوا هذاك اللي كيبصم على الاحكام، حيت راه كيكون واحد الموظف اللي هما حيت الابتدائيه كيسمعوا احكامهم داخل المؤسسه اللي جنايات كيسمع الاحكام ديالو في الوجه، بالنسبه هذا كيخلط عليه الاحكام المؤسسه. الاحكام الاول كان ديالو عمايل، الاحكام الثاني ديالو نسمعوه دابا. الحكم ديال المحكمه الموقره بفاس هي اللي كتحكم، المحامي راه كيبقى غير كيترافع، راه بزاف د الناس قالوا لا وقف مع هاد الناس، ولكن راه اي واحد يقدر يدير محامي على هاد الناس، محامي راه كيتدار من 500 درهم 1000 درهم 1500 درهم. وشكرا جزيلا لخويا امين غراف، كمل الحكم ديالك. وشكرا للاستاذ المحامي اللي هو عمر حلوي، تحيه لك خويا، تحيه لك خويا الاخر. من بعد ما سمحتي ما تفاجات عليك، شنو هو باش حسيتي يا خويا امين؟ خويا انا يا صافي دزنا في الغرفه الابتدائيه، جينا بحالنا بقينا جالسين واحد الساعه، كيسم جي عندي خويا حماده مخلوع وكدا، قلت له مالك اخي حماد؟ قال لي راح يحيدوا لك عام ونص. قلت له واش حيدوا لي عام ونص ولا بقات لي عام ونص؟ قال لي لا حيدوا لك عام ونص. عنقسو تريد البيت فرحوا كدا وهادي كلشي تيغوت كدا هادي كي هاديك. هضرت من الهودش مع يوسف، قلت له يوسف يوسف شحال حيدوا لك وكدا؟ قال لي انا عام وثمان شهور. قلت كيفاش يوسف حيدوا لي عام وثمان شهور وانا حيدوا لي عام ونص؟ ما فهمتش.
ولا واحد الدري اون فاس معايا كل صوني على مولين الدار وكذا ودا صوني عليهم حيت حنا ما عندناش التليفون. قال له هضر مع مولين الدار قلت له شحال حيدو؟ قال لي راه حيدو لك انت عام ونص ويوسف حيدو له عام وثمان شهور. قلت له ياك اخويا؟ قال لي اه. قلت له العز اخويا الحبيب بقيت فرحان وكذا وهذا بلي حيدو لي عام ونص صاحبي يوسف حيدو له عام وثمان شهور. واحد الساعة انا جالس حتى كنسمع من تسعود واحد الدري اللي هو كان ولد حومسي قديم طاكيني تحية لي خويا من هنايا تيعيط ليه امين امين التي جي في راح يدولك عام و 8 شهور. بيس كيقول هالبيس بيس كيقول هالبيس بيس كيقول هالبيس وصلت عندي عام و 8 شهور عاوتاني بنفس الفرحة والعز اخوتي كدا كراوه كامله كلشي فرحان كدا. حيت انت بالاولى كنتي سمعتي عام و 6 شهور ولا سمعت عام و 8 شهور فرحان صفر دوبلات دوبلات هادي بقيت جالس هادو غير طرائف نجبدوهم في المستملحات ديال الضحك وكذا. وهاد منين حيدو لي عام و 8 شهور بقى لي واحد بقى لي بقى لي شي شهير وكذا. وهاد بقاو عليا الدراري فاكوس مرونه معاهم في البيس وكذا عامين في الحبس ما يهضرش معايا بنادم وكذا هادي نموت مع امو بنادم كارب قالوا يقتل سينا بعامين في الحبس هي بقات لها عامين لا والو دابا نسايا هو المحل حالة البيس. قلت لهم علاش اخوتي هو المحل حالة البيس؟ بقات لك اربع شهور. قالوا لي بقات لك نسايا دابا غير شهير حنايا حبسك ضربنا غير تحقيق. فهمتي كنقول لهم صافي اخوتي شكرا. حيت اخويا امين حيت كل واحد كيضحكوا فهمتي الضحك البيت كل واحد كيتحسب عليه راك عارف لا بدا كاين انت عاد خارج كضحك معاهم وبقى لك غير شهير وما بقاش تيقولوا لي دابا هو بقى لك غير شهير دابا الزاي ما خصكش تبقى تهضر مازال لك يومين تلحبس سكوت. كاينه فهمتي حيت انا كنت مرونه معاهم بدا ما يهضرش معايا كدا عامين تلحبس كدا. قال لك خويا امين راه ما بقى لك حبيس زعما غير بعاد غير بعاد حيتك عارف تيكون بنادم بنفسه ومريض اي حاجه كانوا يلبقهم عليها مع هبط البلاصه وكذا وهادي وبحال دابا فهمتي كنت نتحبس على بنادم كذا دابا ما ينشرش عليا رجلي راك عارف القوانين ديال الحبس ما يحقرش عليك من عندك السيرفيس ديال الحبس السيرفيس ديال الحبس هو كيسحب لك صعيق عليه فهمتي. لا لا حيت لو كنتي كتعيق عليك لو كان كيخرج عن صحاب الوقت وما الموظفه ويقولوا له ما ديرش داك الشيء حيت راه ممنوع على بنادم يطلع في السلم يقطر عليك في الرولو. حنا ما كناش انا ما كنتش كنعبدهم انا نهائي انا كنت كنهضر راسي فهمتي. واحد الديكور كيضحك شي شويه مع واحد الرئيس الجماعه كان معايا الجماعه معروف وكذا وين حتى هو راه محكوم ما نعرف واش يستاهل ولا ما يستاهلش المهم انا ما فهمتش. قبل ما كيجينا حنا يا اخي في التاع حتى 12 الليل راك عارف الطروازيام وكذا وين فيهاش الماء وغدا عندي الزياره وكذا وهادي بغيت ندوش شي انا وكذا وهادي فهمتي. دخلت ندوش وعجبني الماء راك عارف بنادم الماء كيبان لي الماء نعمه بقيت كندوش وشامبان وفرحان صويبين كذا هادي. هذاك رئيس الجماعه فيه السكر خصو ضروري يمشي للطواليت فهمتي. انا جالس كندوش يقول التي جي في التي جي في انا مع كوب كذا هادي ما كنسمعوا شنو سيقول. اسمح لينا بالنسبه للتي جي في كان في الطروازيام الماء حتى 12 الليل عاد كيجي تي جي في لونصالهم قال لهم اخوتي راه غدا عندي الزياره انا باغي ندوش حيت الا بغيتي تدوش خصك تعلم بنادم خصك تعلم بنادم اللي باغي يدخل الطواليط ولا اللي باغي يدير شي كنقول لهم ولا باغي يدخل يدير شي لعبه ولا يدير شي حاجه راني غندخل ندوش اخوتي راه انا الاول عاد تيتبعك واحد اخر ولا كدا هادي فهمتي اللي غيدوش موراك ما عليناش. بقى كيعيط انا ما سمعتوش حتى بقى كيغوت واه تي جي في واش ما كتسمعش كدا. قلت له مال قال لي خليني راني تزيرت كدا. قلت له حنا راه ما كيجيش 12 الليل خليني ندوش سير عيط اللي بغيتي. بقى كيغوت كدا هادي خرجت ضربت الفوطه كدا خرجت لعندو غير بالقيلوط. قلت له مالك اصاحبي شنو اخبار الموظف ندوش مالك شنو؟ قال لي وا خليني بعدا غير نمشي غير نبول واش نسخارا فهمتي كاش كدير في انا كنا نمشي غير نبول زعما نعيد عليا غير هاد البول هادا واش نسخارا بقا ندير فيها هكا. قلت له سي سير اخويا سير يا هذيك اللي جيت عاد صالحونا الدراري فوقاش جا عندك البصام باش قال لك راه حيدوا لك اربع شهور
يعني كنت عارف بلي راح يجوا لي 24 لا فوق السمسين يجي عندك ربع شهور قال تأكد شي 3 ايام انا واخا قالوا لي الدراري وكذا مابقاش ما متسيقش فهمتي حتى بصمتي عليها اختك تاعت بصمة عاد تعرفها فهمتي حتى خوتي الاحكام تسيقها اسمعني قاطعك الشي الكلام ملي كتكون في وسط الحبس الحباس عمرك تثيق فيه في الهضره ديالو كل شيء يتسيح فيه غير خرطي واي واحد الا من رحم الله بس يقول لك انا هنخرج ونسول فيك وهي النميره عندي ومن نخرج دابا نسول فيك كذا كيخرج على بابك ينسح باب انا شي واحد يبقى عليا انا غنخرج نسول فيك ولا تهستر ونصفر انا غنسول فيك ولا انا خارج لا كلاس غنسول فيك خليك كذا شنو نقول له بحال هو خارج لا كلاس بحال هو واحد الدري جا منعرف حاجب سوق عليا بالخرطي كذا هادي قال لي ملي نخرج ندعمك كذا هادي بديك الهضره ديال الحباسه كذا هادي شنو قلت له انايا قلت له اخويا ملي نخرج راه في الدوره ديال الحبس كاين واحد المكتبه غتمشي تجيب لنا واحد الكتاب سميتو عداد منك بقى كيضحك قال لي كيفاش هاد اللعبه هادي قلت له راه عداد منك قالوا هاد الهضره هادي فهمتي حيت كيما كنقولوا حنا كيخرج على بابات ينسح باب كيما كنقولوا جبنا داك السيديه ديال بلال شحال منك قالوها شحال منك قالوها حيت بزاف الحبس الحباس حنا ملي كنا غيدخلنا كيبان تيقول لك اه غيعطيوك 3 شهور اه المنصف ديالك فيه غير شهرين وغير شهر تصدقنا حنا بعامين ديال الحبس يعني الحباس تيبقى غير تيفاجي مسكين شي تيفاجي على شي سال عند موشي غير الوريكه ديال عيد العرش شحال من واحد تيقول لك جاي واحد الوريكه شامله غتقيس بنادم كلشي غيخرج غتفاجا كلشي فرحان مسكين كذا هي جات الوريكه ديك الشي قليل فهمتي اللي خرج نهار د لاكراس ديما الحباس معنا قاطع ديما الحباس يبقى مأمل بواحد عنده واحد الامل مأمل شنو هي مأمل ديما كيقول وهاد العافون الجاي عيد هاد كذا عيد كذا قدروا يديروا معايا ديما هكا مسكين هكا مدوز حبسوا الحباس اللي فاجي على اي بلون بالنسبه فاجي على اي حباس واي مسجون واللي داير اللي داير اللي خفف عليه واللي ما دايرش الله يطلق سراح شكرا خويا امين بالنسبه لهاد لاكلاس ديالك باش حسيت اخويا امين ها نهار لاكلاس ديالك باش جا باش حسيت لا جا ندير بصام بعدا بصام اللي هو تا هو صاحبي مسكين وكذا وهادي تحيه عليه من هنايا قال لي امين عندك 4 شهور الحبس قلت له العز اخويا بصام وكذا وهادي فرح وكذا ديك النهار فرحان وكذا وهادي باقي لي شهر فهمتي قالت لي السيمانه ديال الحبس مابقاش يجيني النعاس في التفكير بدا مسي يهضر معايا في الكور ولا يهضر معايا في البيس بدا ما غيمشتات انايا في السيفي شنو غندير شنو في انا وكا يهضر وانا عقلي كله خارج غير الجزده هي اللي جالسه معاه يقول اخويا اخويا تقول اه شنو قلت لي اخويا اه وحشوم عليك وخلينا كنهضر بوحدي وكدا و المهم سيمانه ما نعشى خي وكان ديك وكان داروا لنا ديك اللعبه ديال بما قضى ولا كدا تخرج لي شي حالك حسن هذاك كيتسمى تا هو عاده بديك السيمانه اللي دوز هي السيمانه دوز اخويا في التاح اكثر من ديك 3 شهور و 13 يوم حيت الحبس التالي اخويا امين الحبس التالي هو الحبس الحبس هو الاول والثاني نادم اول فهمتي لا كلاس من المؤسسه السيمانه التاليه كيوقف الحبس تيوقف الحبس اخويا شحال شهر 7 31 دابا 31 غدا مازال 31 دابا شنو كتقول في هذا الميساج خويا لا كلاس ديالي في عيد ميلادي شو سبحان الله العادي كات كات 2024 انا فوكش خالق في كات كات 1998 سبحان الله وما عنديش كات كات عشي وخانا يخالق في كات كات قال لك ما عندوش كات كات وخا هو خالق في كات كات باش حشيتي نهار لا كلاس واش سميتي خارج النهايه ديال الحكم ديالك النهايه ديال العقوبه ديالك اللي دوزتي وي الحريه ما كاينش بحالها صعيبه راه معايا شي ناس تيقول لك نخلص مليار نخلص 2 مليار غير نخرج نشمي الهواء شي الطاجي اللي كليناه الطاجي اللي كليناه اخويا عمي ولي رزيني الا ديك الطاجين يعطي عليه بنادم مليون
فهمتيني كاين هذا ويعطي عليه حتى 2 مليون. ما كلاش في البيت اللي حنا فيه، ما كنهضرش على البيوت الاخرين، نهضرك على البيت اللي فيه انا وعدو بلا مقوس انا. كاين اخويا انا يا فهمني فري فري راه كتلقى 170 دانون 183 طوبيكو بيمو 60 ديال طون 130 بيضة بس مدبرة غير فهمني راه كتجيب 2000 درهم 1500 حيت كاين الناس المعتقلين داخل المؤسسه السجنيه بفاس اللي هما كيحتويو على واحد الاموال باهظه بزاف و كيعناو براسو والموظفه كنطالبو بهم ما يبقاش زعما هادوك مزيانين بوحدهم خلطوا لي بنادم راه كدير واحد اغلاط داخل المؤسسه كتضربوا بنادم الضرب ما خصوش يبقى داخل المؤسسه راه كاين الضرب اخوتي كاين التعدو راه كاين الناس راهم في عزلات راهم في كاشو راه كاين الناس اللي خصهم جمعيات يدخلوا يشوفوا فيهم داخل المؤسسه وقع لي واحد البلان اخويا طوطو دي سمعني قاطعك كانوا جابوا واحد الصحافي ياك وديك الصحافي منين جابوه دخل جلس حدايا قال لي واش نتا هو شارك في بيئتك قلت له انا قال لي راه هضرت عليكم وكذا وهذه مظلومين كذا قلت له ما قال لي وقع لي شي مشكل انا يا كذا قلت له فين بخير بقيت نهضر انا وياه جريتو لعندي فهمت يعني سبين سامو الخير كذا هذاك عارف بدا مسي يدخل عليك بوجهي هذه وكذا ودوك يعني كذا كتكبر بي تقول له وحدك في البليصه كذا راك عارف كاين اي ناس لا بغا ينعس انت كتبقى جالس تهضر مع الدراري فهمتي بقيت معاه بعثنا واحد بنادم اللي هو رئيس الجماعه تيقول لك كيضحك مع الدراري تيقول لهم انا ما كرهتش نعطيه 2 مليون للموظفه ولا الرئيس المعقل ولا المدير نبقى غير انا وجوج الناس في هذا البلاد ولكن هيهات فين غيبقى راه فهمتي راه ما كتبقاش فيها انت ولد فلان ولا عندك الملاير راه الساجين الرقم الفلان الفلاني ما كتبقاش فيها انت مدبر ولا انت غني ولا الغني والله كلشي سواسيه الحمد لله الحبس داير بحالو بحال الموت دابا هذا الحبس هذا اللي ضربت فيه انايا هنا محبسات واحد اخر ما عارفهمش انا الادب منين دخل ديك الصحافي ولا عشيري وكذا وهادي هذاك فين ما كيزيدوا لنا شي واحد ما كيحمش راسو خصو هو يعيش بخير هذاك رئيس الجماعه خصو البيت يبقى خاوي خاوي حيت هو كينوض بالليل وكذا وهادي ما خصوش يبقى يصدم على عباد الله وخصو ديما يبقى محكم في البيت وهو اللي مسيطر ومع شافك انت يا عايق وماضي دافا وقال رئيس المعقل باللي امين تي جي في راه تيكتب هو في الصحافي لا بس انا كتبت هادشي لعب انا يا فهمت انا كنفكر غير في مونتيفي وتنفكر غير فاش نخرج بحال قال اخويا تنقول لك تدخل لافا عليا في الصباح فين كتنعس نتايا قلت له كنعس هنايا راه الدفتر يا الدفتر قلت له انا دفتر قال لي الدفتر كتكتب انت وهذا قلت له انا ما عندي لا دفتر لا والو قال له تي تي الاول تي هكايا وانا ما داير والو ما كاتبتش شي لعبه انايا تم داين قال لي دور قلت له اش ندور قال لي دور قلت له اش ندور قال لي عاين تي سم طالع كيولي يهود قال لي انت حصلت لي قيط زعما داير والو وانا ما داير والو قال لي ديك حصلت لي قيط دخل لي الشك كنقول لك ماشي واحد لا حلي شي كتابه في الرولو ولا شي لعبه ولا شي مونتيف ولا شي صابونه كما كنقولوا معايا جمعيه حقوق الانسان نهضر معاهم نقول لهم هكذا هكذا يديروا معايا انا ما داير والو نعطيكم سيرفيسكم عطوني سيرفيس بحال كنقولوا شي وحدين تيبغيو يبينوا خدمتهم ها هو راك هذاك راك بتامين كراف راه عنده تيبغي يخرج عند رئيس المعقل باش يعطيه شي بوست ديال شاف كارتي المينوت الثاني تنقول له رخي منك داك يقول شنو تقول له شنو داير انا شنو داير تقول لي انت تعرف شنو داير يلا زيد دخلوا لي واحد البيت تيقول لهم بيت الكلب بيت الكلب خلص عند رئيس المعقل قال لي التفسير اللي كتكتب انت وديك الصحافي قلت له الرئيس ما كنكتب حتى شي حاجه انايا انا كنفكر غير في مونتيفي فين نكتب انايا باش نبقات لي غير كتاب انا كره هاد الموسيقى هذا صعب قال له خير حيدو المينوت حيدو المينوت حيدو المينوت قال لي
هاد التعليمات هادو راه ديالي انايا، يلا غني لي. قلت له دابا حنايا واش فغني لي، حنايا راه خلعتوني ورويناك حلا وجايين على والو، انا ما عندي والو وملولي يديا وانا ما داير والو، دابا كتقول لي غني. قال لي غني لي كدا، بقيت نغني له وكدا وهادي. بغى حتى يصلح قال معاك لي سير الجرة. وكدا وهادي، مشيت بحالي بقيت جالس. هذاك المرض هذاك اللي قال له راسي كسب وانا ما كنكسبش، المرض قال كيفاش هذا ولا جا لي هنايا، هو مخرج لك، ولكن لقاو البرقية خاوية لقاو او ما بقية عندك خا ما والو، عندي والو، فهمتي؟ ايه بغى يدير فيها اه باطا. بغى يدير فيها باللي راه. من بعد الخروج ديالك اخويا امين، باش حسيتي من عتبتي على الباب الكحلة وخرجتي لسه فيه؟ خويا بعدا قبل ما نخرج ما نعش ديك الليلة وكدا وهادي، فقت دوش كدا هادي، جات لابيل سلمت على ديك الموظف تحية السي الوردي اللي عمرها سلعة طروازيام بالسلام، هذاك الراجل اللي شكرا عمرها السي سلعة. الوردي، تحية من طوطو ديس. اه هبط عند خويا سلمت عليه، عطيت واحد اللعيبات وكدا وهادي، اللي طلق سراحو وطلق سراح جميع المسلمين. لافا، الله تحية يفرجك عليك لخويا خويا عفس. حمادة، تحياتي ومن القلب. هبط تلاقيت السي جواد والسي عبد اللطيف، تحية ليهم من هنايا. خلق سميتي امين المحبوبي فوريقة وكدا وهادي، ما كانوا قد ما لا يطلعوا كاس. يعيطوا لي وكدا، انا واحد الدري. قلت لي تمشي دابا؟ قلت له غنمشي دابا بقى غير غادي، قلت له نمشي بقى غير لا غادي، قلت له كلاس، بقى لا كيضحكوا لي كلاس. تهلا في راسك كدا هادي. مشيت خرجت للقريف، هذوك اللي في الكريف سولوني سميتك، قلت لهم فلان كدا الرقم اللي قال تقلب الصامة تنقول لك راك عارف قلبتي يزد عندك، يكون شي منزف واحد اخر عندك لا كدا عندك ديما. كدا، فهمتي؟ ابو الصمس قال لي دوز، قلت الله لا راح الله، بقيت جالس نتسنى على ما يدوزوا الاخرين. كان معايا واحد الدري مازال جا من البيبي سا هو، عطلنا وكدا وهادي، خرجنا لواحد البلاصة واحدة أخرى حدا الباب، ديرو جوج جوج. فلان فلاني كدا فين تمشي دابا؟ لا انا نمشي للدار، كتبوا لي بلا نمشي للدار وكدا وهادي، عطاني ورقة ديال لا كلاس وكدا وهادي. فتحوا القرية تشوف الحرية وكدا وهادي، سلمت على مالي الدار، هل مي خيرة ديالي تحية ليا من هنايا، اللي خلات الشوانة توقفات معايا في الشدة تحية ليكي، فهمتي؟ فرحت لقيت عشيري عثمان تحية ليه من هنايا، عشيري زهير نسيبي آمين الخوادرية، فهمتي؟ تحية ليكم من هنايا، تنحبكم في الله حب أبدي، وقفتوا معايا وقفة الرجال عس. اخويا امين، شنو هو الحبس كنموذج؟ اعطينا واحد النصيحة، واش الحبس كفكرة نجاح لبنادم في حياته ولا شنو اخويا امين؟ بالنسبة لي أنا، بالنسبة لي يا أخويا أنا تنقول مكتاب الله، عرفتي علاش؟ حيث أنا كنت تالي حاجة كنفكر فيها هي الحبس، فهمتي؟ أنا واحد الإنسان اللي عزيز عليا الحرية، أنا واحد الإنسان اللي عايش كما كيقولوا حر، باغي تشم الهواس، تا غير في السيف لو كاسقنطة أخويا في كاين التاع، تا غير كاين في هي فاس يجيب لنا القنطة، أنت كاين تتشوف. كاين كاين اخويا ماشي امين. شي واحد اللي ديما الحباسات وغادي خارج كدا هادي ولا، وما عنديش مع الهضره بزاف، مخالطات بنادم بزاف، حيت قهاوي كدا كتيفيتي هادي، كتيفيتي فهمتي؟ المشاكل، اه كتيفيتي بزاف الحوايج. وجلست اخويا فتح معانا سنقول لك تيسرقوا، جلست معانا تيشربوا، جلست معانا تيبيعوا الدواء، تيبيعوا الغبره، تيبيعوا العالم، وكان راوغ بحالاش بحال رونالدينيو، والله لا حيت لي فمي قسما بالله فهمتي؟ العلي كان العظيم، راوغ بنادم بحال رونالدينيو عامرة صاحبي، خاوية. عامرة خاوية، وكان ماركي الهدف ديالي، ولكن هاد المرة هادي ما عرفتيش كي دارت هذه، كتبت انا فرق عن نقول لك واحد الهضره. هذه المره هذه كنقولوا حنا، كاين اللي كيكتبها على راسه، كاين اللي كتكتب عليه. هاد اللعبة هادي كيما كيقولوا الحكم زلق وطاح بيلانتي، هاد يا ما داير والو، فهمتي؟ شكرا. شي ميساج لشي خوك ولا شي اختك ولا خويا باك ولا ماك، نشكر العائلة الجمهور ديالك. ديالي اللي هي أخت ديالي، الأم ديالي، آمين نسيبي،
خويا حمادة، خويا حسام، الوالد ديالي عثمان، زهير، بيدرو، يوسف، فور سي فايف، طوطو، ديس، هاد الحلوي، بوحمد، مي ربيعة، فهمتي الناس اللي سيحبونا من ناس بن القلب، دباب بن فاس باب سلجقناوة، المسير، مغاربة زواغا، خارج المغرب 45 بورنيات، عين النقبي، جنانات، مفلوري، نارجيس، الحافة، مولاي تحياتي ديس، الحافة، شكرا فهمتي فاس شكرا كاملة، وعازت عليها المغرب كامل من طنجة للكويرة، كاع الناس اللي وقفوا معنا ولاو في السيبورت ديال بقيت فيهم اللي مشيت نظلم، سنحبكم بزاف، وربي راسي يشوف وعالم القلوب بنادم، وسيحكم الله عاد سيحكم القاضي. يو خوتي، قصة ديال الأمين غراف تتحبس هنايا في قصة ديال دليل السجين. وكما كنقول لكم، سلك تبيع على التاريخ بتاخ طاح طاحان، داك داكان زيد لعنده ما ما تخافش تخافش منه منه، راه المعلم بيدو ماشي في ولادو. ولادو. خوتي أمين، دخلت أبو نوما، راه غير عز 14,000 أبوني تحياتي حياتي لأي واحد يشوف هذا اللايف هذا، يشوف كلشي. هذا الانترفيو هذا ديال دليل الساجين، ودعموا خويا توتو ديس، شكرا سوى لي عمر شكرا، السلعه، أكبر بيك، ودعموه بزاف حيت هو طاب حابس فهمتي، وبدا مسرس له شكرا الدماغ، بغا شكرا غير خويا أمين، شكرا يسلك تبع البتاع. هادشي اللي بغا خويا توتو ديس. تهلاو حلق ولا تثق، لا تآمن، وخاف بلاد الأمان، وثيق في الكتاب الكامل اللي هو القرآن الكريم. يو سلك تبع تبارك البتاع يا شعب.